تعتبر منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز المناطق المنتجة لزيت الزيتون، ويتميز قطاع زيت الزيتون في الجوف بتنوع الجودة العالمية. في التقرير التالي زميلنا أحمد العنزي راح يعرفنا على رحلة الأستاذة عزيزة الشمري مع الصناعات التحويلية لزيت الزيتون. خلونا نشوف. من أرض الزيتون تحديدا في منطقة الجوف نتكلم عن الصناعات التحويلية. اليوم حنا زرنا سيدة سعودية في منزلها، حولت منزلها إلى معمل ومتجر خاص فيها بالصناعات التحويلية من زيت الزيتون، تهتم في الصابون وأدوات التجميل والعناية بالبشرة. خلوكم معنا بهالتقرير التالي. كانت بدايتي بالأسر المنتجة مثل الطبخ والسمن والخياطة، وفيه مجموعة من صديقاتي كانوا وقريباتي يشتغلن بالصابون في مركز جنى، فقالت لي واحدة وقلت لا والله أعطيني بس القياسات وأنا ماني ماخذة دورها أشتغل بالبيت، وجدت وخذيت القياسات منها وسويت بالبداية بالبيت، وبعدين خذيت دورات وصرت أطور نفسي بالإضافات. كان شغلهم أول بس صابون الصفر، يعني اللي هو صابون زيت الزيتون سادة. عقب يعني قمت أقرأ وأخذ دورات وأطور وكذا لحد ما وصلت 16 صنف من الصوابين. صرنا ناخذ نسوي على الكريمات، على الشامبوهات، على زيوت العطرية، زيوت الشعر، زيوت الجسم، زيوت المساج، وبعدين كريمات المساعدة على علاج الأكزيما والصدفية والحساسية، وبعدين والنحت كذا شغلة. يعني الصابون عالم، ما هو بس صابون يعني استخدام أو عناية. الصناعات التحويلية من زيت الزيتون هي ابتكار منتج من زيت الزيتون، بحكم أننا في منطقة الجوف وهي منطقة غنية بالزيتون وعندنا ثروة، فاستغليناه في يعني ما تقتصر على المائدة هو زيت الزيتون، استغليناه في صناعات كثيرة للبشرة وللعناية بالجسم، لمعالجة كثير من مشاكل الجلد مثل شو اسمه كريم الأكزيما وفازلين زيت الزيتون، سكراب الجسم، بإضافات يعني بإضافات الأشياء طبيعية. بالبداية كنت أنا أبحث عن المشاركات وأروح على حسابي، يعني أدفع وأتكلف وأروح للمناطق. الآن تجيني دعوات من إدارات المهرجان أو من محافظي المناطق، والحمد لله شاركت بكثير، تقريبا أغلب مناطق المملكة مثل الشرقية، القصيم، الرياض، المنطقة الجنوبية، وحصلت على العديد من الجوائز، أهمها جائزة سمو أمير منطقة الجوف مهرجان الزيتون الدولي. الموسم 17 خذيت المركز الأول، والموسم 16 خذيت المركز الثاني. أكيد عرفنا خلال هذا التقرير الجميل من الصناعات التحويلية في زيت الزيتون، خصيصاً الصابون وأدوات التجميل والفازلين من خلال الصناعات التحويلية. كان معكم أحمد العنزي، روتانا خليجية، الجوف. أكيد نشكر زميلنا أحمد العنزي على هذا التقرير، ونكون كذا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. نشوفكم بكرة بنفس الموعد، فمان الله.